السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بصبح عليكم وعلى كل حبايبي في كل مكان. النهارده يا حبايبي هنعمل كده ما شاء الله معانا كيكة الاسبونش او تورتة الاسبونش يا حبايبي من السكر دقيق من دقيق الاسبونش. ومعانا يا حبايبي المقادير، معانا 6 بيضات، معانا 2 فانيليا، معانا هناخد معلقة خل، هناخد نص كوباية مية. ده كل المقادير اللي معانا. سامحوني يا حبيبي لو كنت صوتي تعبان حبه، بس عشان انا عامل شويه برد. الحمد لله يعني عدى على خير الحمد لله. هنجيب الاول البيض يا حبيبي اهو، هنكسر البيض كله يا حبيبي. كده يا حبيبي هنحط عليهم البكمين الفانيليا معانا اهو. انا بحب اضربهم الاول كده قبل ما احط الدقيق. هحط كمان معلقه خل عشان الزفاره اللي هي زفاره البيض. هضربهم معانا الاول شويه بالمضرب كده يا حبيبي. بسم الله. هنحط يا حبيبي عليه الدقيق، هنحط كل معانا اهو كل شكله من الدقيق. معنا كمان ذرة من الملح صغيرة. معنا يا حبيبي نص كوباية المية. وبالراحة كده هنضرب على أول سرعة، مش أحلى سرعة. Thank you.
شاء الله عليه، شايفين يا حبايبي ده انا اضرب فيه بالمضرب الكهربائي ما شاء الله لحد ما ارتفع معانا بالشكل ده، وادانا اللون الحلو وده اللون الهش ده واللون فتح معانا كده ما شاء الله. جبت يا حبايبي صينيه اهي، طبعا لو ما عندكش ورق زبده هتعملي ده بورق الرسم زي ما انا عامله كده بالشكل ده، طبعا نتصرف لو ما عندناش ورق زبده نعمل ورق رسم، ما فيش حاجه يعني تعطلنا. هننزل بقى بالخليط كله كده، شايفين يا حبايبي ما شاء الله عليه، شايفين لونه بعد ما فتح معانا كده. طبعا انا مولعه الفرن من ساعه ما عملت بدلتي في الكيكه، ولعت الفرن على اعلى درجه. كده يا حبيبي ما شاء الله بعد ما ظبطناها وسويناها معانا اهي، لازم نخبطها خبطتين كده وهندخلها بقى الفرن، وما نفتحش عليها يا حبيبي الا بعد نص ساعه عشان ما تهبطش معانا. وكده يا بنات بعد الكيكه ما طلعت من الفرن معانا اهي، اهي يا بنات بعد ما طلعناها من الفرن هنشيل الورق اللي عليها ده، طبعا بكل سهوله بنشيلها اهو. شايفين الكيكه ما شاء الله عليها معانا عامله ازاي وهشه وجميله. ومعانا يا بنات اللي هم مقادير الكريم شانتيه، كوبايه من الكريم شانتيه حبايبي اهي، معانا دي كوبايه من السكر البودر مش هحطها كلها، محتاج تتم احط منها. ومعانا كمان كوبايه اللبن المثلج، احنا بقى هنضرب كده بالمضرب الكهربي. وده حبايبي التورتايه اهي بعد ما قطعتها ثلاث طبقات هزوقها معاكم. شايفين حبايبي ما شاء الله العجينه عامله ازاي، كيكه حلوه وجميله ازاي وهشه وجميله خالص. طبعا انا عامله معايا شربات اهوت يا حبايبي، اهوت يا حبايبي الشربات ده طبعا انا عاملاه بسكر وليمون وميه، سبتهم يغلي غلوتين كده على النار ونسقسبهم كده التورتية بتاعتنا. هنحط بقى كده شنطي نفرده كده عليه، بالراحة كده اهوت. حطينا الطبقة التانية اهي ونسيبها كده بالشربات اهو معانا يا حبيبي. ونحط طبق الكريمي
حطينا الطبقة الأخيرة اهي، وطبعا بنسقسها اهوت بالشربات. هنحط عليها بقية الكريم. كده يا حبيبي بعد ما سويتها بالشكل ده، طبعا انا هدخلها حبه ثلاجه كده ايه لحد ما تتماسك معانا، وبعد كده اوريها لكم. بعد كده هنزوقها مع بعض ان شاء الله. شوف التورتايه معانا اهي، هنزوقها بقى ونحط كده روزتات كده جميله كده او وردات كده. انا يا حبيبي اهو الاماكن الفارغه ديت برضو هنحط فيها كلها كده. كده يا حبيبي اهو ان شاء الله هنحط هنا كده اهو ده كريسبي اهو يا حبيبي، ده كريسبي هنحطه اهو معانا اهو. كده يا حبيبي ما شاء الله انا عملتها فرمسله كده من الجوانب كده شايفين اهوت يا حبايبي. وطبعا معايا هنا كده اهوت حطيت عليها اهوت زوقتها برضو من فوق اهو اهوت يا حبايبي ما شاء الله كريز. الكريز ده انا حطيته من فوق كده يا حبايبي. وطبعا معايا كمان شوكولاته مبشوره اهي هفضيها في جنب واحد. هفضيها هنا في الجنب التاني ده يا حبايبي بالراحه كده. حبيبي حطيتها في جنب متين اهو دي شوكولاته وانا بشربها بالمبشره شايفين ما شاء الله عليه. متنسناش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه.
حبيبي حطينا في الجنب التاني ما شاء الله كده، ايه فراولة معانا اهي، وده الجنب التاني اهو حطينا فيه ايه كيف ايه اناناس اهو يا حبايبي. كانتالوب اهو، حبايب معانا اهوت الكنتالوب كده او الاناناس، احنا بنحطه كده وهنا اهوت على اللي حطيناه معانا اهو كده، زوقنا بيها ما شاء الله كده الايه التورتيه بتاعتني، شايفين يا حبايبي ما شاء الله عليها وعلى جمالها، شايفينها معانا شايفين التورته، انا التورته كده معانا كده ما شاء الله عليه، ومعانا طبعا يا حبيبي ايه الفواكه دي لازم نلمعها كده عشان تدي معانا لمعه حلو، احنا لازم نحط عليها كده ايه نلمعها كده بجل التلميع عشان ما تسودش طبعا معانا، لازم نتشينه كده يا حبيبي اهو ما شاء الله كده اهوت، يدي معانا لمعة حلوة كده ده الشكل النهائي حبايبي للطرطاي، شايفيني اهي يا حبايبي شايفين التورتايه معانا، ده الشكل النهائي بتاعها، يا ريت ما تنسناش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.